تشاد منظمة حوض بحيرة تشاد في 22 من مايو عام 1964 من قبل الدول الأربعة المتاخمة لبحيرة تشاد، وهي الكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد. وانضمت إفريقيا الوسطى إلى المنظمة في العام 1996، وتم قبول ليبيا في العام 2008. والمقر الرئيسي للجنة في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد. وتشمل مهام اللجنة ما يلي: إدارة بحيرة تشاد ومردها المائية المشتركة، الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التكامل الإقليمي والسلامة والأمن والتنمية في منطقة بحيرة تشاد. وعلى الرغم من التحديات المعقدة والمتعددة الأوجه التي تواجه العالم بشكل عام ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تشهد هطول أمطار غزيرة وغير منتظمة وحالات الجفاف الشديدة والمتكررة والفيضانات وتدهور الأراضي، أشار الأمين التنفيذي خلال جلسة مجلس وزراء دول الحوض وحيرة تشاد المنعقدة في أبوجا نيجيريا في نوفمبر المنصرم، أشار إلى أنه لا يزال هناك أمل في النمو والأمن والازدهار إذا بذلت المزيد من الجهود لإدارة الصراعات في المنطقة والتخفيف من حدتها وتوزيع الموارد وضمان الأمن الغذائي. الدورة العادية 16 سبقتها جلسة وزارية رفعت التقارير ووضعت التوصيات والقرارات والاتفاقيات وغيرها. وقد شاركت تشاد بوفد كبير رفيع المستوى من وزارتي المياه والزراعة، حيث حضر هذا الوفد المكون من الإداريين والفنيين التشاديين كل جلسات الدورة 68 لوزراء دول لجنة حوض بحيرة تشاد، ووضعت اللبنات الأساسية تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات لدول اللجنة. ومن بين الحاضرين وزير المياه والسيد علي عبد الله الذي شارك على رأس وفد رفيع المستوى من وزارته في أعمال الجلسة الوزارية وجلسة الخبراء. وتحدث الوزير عن أهم ما نوقش في أعمال الدورة 68 والتي ضمت وزراء الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد. في قرارات كثيرة أخذت ما بينها يعني مجلس الوزراء اتمد رابورت اكتيفيتي بتاع السكرتارية جنرال والبروجي هنا البيتشي أيضا برضو اعتمادته، وبروغرام داكسيون استراتيجيك برضو هنا بحيرة الأكياد اعتمادته. بعد القضايا الأساسية يعني نقلت لسومي هنا الشبتة الأوقت أيضا في نيجيريا 28 29، وفي نهايته طبعا كل القرارات اللي أخذت في مجلس الوزراء اعتمدت في المؤتمر الرئاسي، وفي نهاية الرئاسي طبعا زي ما تعرفون يعني رئيس المرحلة الانتقالية جنرال محمود إدريس ديبي إتنو أهين من قبل الرؤساء الستة الرؤساء أنا بحيرة الأكياد، رئيس لمؤتمر شيف ديتا وغوفرنمان أنا سيبيلتي، وأنا كوزير أنا المياه أنا كاد يعني شرف بالنسبة لنا وتقدير بالنسبة لكاد وجهود أنا كاد في البزلات في خصوص سيبيلتي. زي ما عارفين يعني من بداية الترانزيسيو الرئيس يعني باهتمام شديد يعني قام وساهم بقوة مع إخوان الرؤساء ست الدول في مجال الأمن. طبعا ظروف الأمنية في الأكياد معروفة، وفي مجال الاقتصاد وفي مجال التنمية، وهذا الخلل الجو كان في هناك استواء الحمد لله، لأن من غير ما يكون هناك جهود في مجال الأمن ما كان لا نتائج اقتصادية ولا اجتماعية. فأظن ده الدافع الأساسي اللي خلى الرؤساء يعني يقدروا جهود نجاب ويعينوا رئيس المرحلة الانتقالية
كرئيس الفترة الجاية. وتواجه البلدان الأربع المتاخمة لبحيرة تشاد وهي الكاميرون، تشاد، النيجر ونيجيريا تحديات غير مسبوقة تتفاقم بسبب العنف المتكرر الذي ترتكبه جماعات بوكو حرام وجماعات متطرفة أخرى، أدى إلى عدم الاستقرار وتباطؤ النمو الاقتصادي والمشاكل البيئية والإنمائية الحالية في منطقة حوض بحيرة تشاد. ومن أجل ضمان الاستقرار في المنطقة اعتمد مجلس الوزراء التابع لدول حوض بحيرة تشاد في عام 2008 الاستراتيجية الإقليمية لتحقيق الاستقرار والتعافي والمرونة للمناطق المتضررة من بوكو حرام، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وتعمل هذه الاستراتيجية على تطوير نهج إقليمي شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للتخلف ومحركات التطرف العنيف والصراع في المنطقة، وسيتم تنفيذها في 8 ولايات مستهدفة من الدول الأعضاء الأربع. طبعا سبيلتي عنده مشاريع مش في تشاد، براو في البلدان الستة، في مشروع رئيسي بلو بريزيبالد في مجال المياه ومجال اجتماعي أيضا. هذا المشروع يعني ومشاريع آخر برضو بدعم البنك الإفريقي للتنمية وبدعم اليونيسيف وبارتنر كتيرين آخرين برضو، ده كله بصوب المجال الاجتماعي. إذا كان المشاكل الاجتماعية ما هلت هي برضو تكون دافي للإرهاب. هذا جميع الدول فهمت أنه محاربة الإرهاب لازم يكون محاربة سيكوريتي، لكن الشطر الاجتماعي يكون ضروري جدا جدا ومهم جدا جدا، لأن التنمية الاجتماعية تخفف من تطور هنا الإرهاب في إسباس هنا لتشاد. طبعا ده ما موضوع خصنا هنا في تشاد مرانا، إن الست الدول كله زي ما عارفين يعني الست الدول كل جهودها تكثف تربط سوا اقتصاديا عسكريا يعني في مجال السيكوريتي، يعني كل ما بعض ميتاليزي افور بتايم ويحارب الارهاب. وده الشطر الاجتماعي يعني له دور كبير جدا جدا، وده كل المشاريع انا تنفذ في اطار سبيلتي بمساعده من البارتنر بتاعنا، له دور كبير. وفي توصيات اعتمدت زي البروغرام داكسيون استراتيجيك، يعني بروغرام ضخم بتمويل من بارتنر بتاعنا، يعني باخد كل المجالات الاجتماعية سواء المياه، المدارس، الزراعة، طبعا في لاكشاد. على مدى العقود الماضية شهدت البلدان الأربع المطلة على ضفاف بحيرة تشاد مستويات متفاوتة وغير مسبوقة من الأزمات المتلاحقة تفاقمت بسبب تكرار أعمال العنف من قبل جماعات بوكو حرام. أثارت هذه الأزمات الخطيرة مخاوف السكان في المنطقة، وأن انتشار التطرف وخاصة بين الشباب يشكل تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار والتنمية،
كما أن إيديولوجيات المتشددين الذين يرفضون التعايش السلمي والتسامح والتقدم تشكل أيضا تهديدا وجوديا لهذه البلدان. ويقال لأصحاب هذه الأيديولوجيات من الشباب أن الدولة قد خذلتهم وأنهم مستبعدون من العمليات السياسية والاقتصادية المشروعة من وقت لآخر. وخلقت الأزمة احتياجات إنسانية عاجلة تقدر بنحوي 10.7 مليون شخص في المنطقة أجبرت ربوا هؤلاء الأشخاص على الفرار من ديارهم بسبب الصراع ونقص الغذاء. ويسبب تمرد بوكو حرام إلى حد كبير، ومن أجل الاستجابة لهذه الأزمات تقوم الدول الأعضاء في اللجنة بتنفيذ استراتيجية شبه إقليمية لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الجزرية للتمرد من بوكو حرام وإنهاء الصراع. الأمين العام لوزارة الزراعة السيد عبد القادر التجاني كيبرو قال بأن الدورة العادية 16 قد وضعت النقاط على الحروف، وأن تشاد التي ستتولى رئاسة اللجنة في الفترة الحالية ستواجه تحديا يتطلب جهودا جماعية من أجل تنمية دول الحوض في مختلف المراحل. في جانب تنموي مهم جدا جدا، يعني الحكومة التشادية من خلال وزارة الزراعة هي يعني مهتمة جدا على أساس إنه كل الأنشطة التي يعني أكدت عليها في الخطة هذه اللجنة لسنة 2023 يتم تنفيذها من أجل المساعدة للاستقرار والأمن والتنمية في هذه المنطقة. فهي منطقة تتمتع بكل الإمكانيات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية والبيئية، ففي إطار الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات فكانت مشاركة وزارة الزراعة في هذه الاجتماعات المهمة. وبحمد الله تم يعني إنه إعطاء تشاد لرئاسة الفترة المقبلة لدول للجنة دول الحوض وحيرة تشاد إن شاء الله. الوزارة لها مشاريع، أولا في مشاريع إقليمية هي ممولة من البنك الأفريقي للتنمية البات، وهي المشاريع دي منفذة من الإدارة التنفيذية للجنة بحيرة تشاد. في هذه المشاريع بتعمل في مجال يعني في مجال التنمية الزراعية، في مجال رفع مقدرات المزارعين وأيضا تأهيلهم وإعطائهم الإمكانيات اللازمة للإنتاج. وأيضا في وزارة الزراعة نحن لدينا برضو بعض المشاريع المهمة التي تعمل في نفس الاتجاه. عندنا شركة بحيرة تشاد المعروفة بالسودلاك، هي برضو من المشاريع المهمة جدا الدولة بتمويلها من أجل التنمية العامة التنمية الشاملة في منطقة بحيرة تشاد في الجانب التشادي. مشاريع إقليمية هي بتعني كل الدول الستة المشتركة في بحيرة في حوض بحيرة تشاد، وهذه المشاريع التنموية بجانب العمل الأمني والعمل العسكري في جانب تنموي مهم جدا، ويعتبر دي من أولويات يعني اللجنة. ومن خلال الجلسة 68 لوزراء الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، استعدت العاصمة الفيدرالية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية أبوجا في 29 من شهر نوفمبر الماضي احتضان أعمال الدورة العادية 16 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد. وكأحد المؤسسين الفعليين لهذه المنظمة الشبه إقليمية، وصل رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إدنو على رأس وفد رفيع المستوى من أجل المشاركة في أعمال القمة، والتي انعقدت يوم الثلاثاء 29 من شهر نوفمبر الماضي بحضور رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد. واحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، فقد أعد لفخامته استقبالا حارا منقطع النظير، حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته وزير الأراضي لجمهورية نيجيريا الفيدرالية السيد مامادو بيلو،
وسفير البلاد لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية السيد أبكر صالح شايمي وأعضاء السفارة التشادية المعتمدين لدى نيجيريا. وترحيبا برئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إدنو، كل المراسم والتشريفات العسكرية كانت جاهزة. وشارك في الاستقبال أيضا الخبراء المشاركون في جلسة أعمال الدورة 16 لجنة الحوض وجمع غفير من أعضاء الجالية التشادية المقيمة في جمهورية نيجيريا الفيدرالية والطلاب والعاملين في مختلف المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية. وفي صالة الشرف استعرض فخامته مع وزير الأراضي النيجري أهم النقاط التي ستطرح في أعمال الدورة العادية 16 والتي انعقدت يوم الثلاثاء 29 من شهر نوفمبر الماضي. وناقشت كبرى ملفات لجنة حوض بحيرة تشاد في مختلف مجالات التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي والزراعي. حوض بحيرة تشاد غني بالنباتات والحيوانات وخاصة أنواع الأسماك والطيور. تم إنشاء مناطق محمية ذات أهمية دولية لحماية هذه الأنواع، ولكن غالبا ما تتم إدارتها بشكل سيء، ويتشكل النظام البيئي في حوض بحيرة تشاد من مناظر طبيعية صحراوية، غابات ومناطق جبلية. ويعد مناخ حوض بحيرة تشاد هو مناخ ساحلي يتميز بشكل أساسي بموسم ممطر قصير للغاية وموسم جاف طويل. إن أزمة بحيرة تشاد مركبة ومتشابكة للغاية لكونها تواجه تحديات تتداخل فيها كل العوامل البيئية السياسية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهذا التداخل يجعل محيط البحيرة منطقة أزمات وتحديات تؤثر على معظم دول وسط أفريقيا وغربها ومنطقة الساحل والصحراء. وفي هذا السياق افتتحت يوم الثلاثاء 29 من شهر نوفمبر الماضي في مدينة أبوجا العاصمة الفيدرالية لجمهورية نيجيريا الدورة 16 لرؤساء الدول والحكومات للجنة حوض بحيرة تشاد. وانعقدت هذه القمة التي حضرها رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة ونظرائه الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد في سياق بيئي خاص نظرا للتأثر الشديد والعميق لتغيير المناخ والذي أدى إلى موجات غير مسبوقة ومدمرة من الفيضانات التي اجتاحت العديد من دول المنطقة وخلفت الملايين الأشخاص بلا مأوى وغمرت آلاف الكيلومترات من الأراضي الزراعية، ناهيك عن التحديات الأمنية المتمثلة في نشاط جماعة بوكو حرام الإرهابي وخاصة إقليم البحيرة والذي شهد مؤخرا مقتل وجرح العشرات من الجنود التشاديين في وقت تشهد فيه المنطقة غياب الدعم الدولي.
ويعتبر حوض بحيرة تشاد منطقة هشة بسبب التأثير المشترك لتغيير المناخ والأنشطة البشرية التي أدت بدورها للحد من قدرة البحيرة ومواردها، وبالتالي زيادة الفقر وانعدام الأمن العام في المنطقة. وافتتحت الدورة 16 بحضور كل من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس جمهورية النيجر، ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وممثل المجلس الرئاسي الليبي وممثل الرئيس الكاميروني. بدأت الجلسة بكلمة الأمين التنفيذي للجنة السفير مامان نحو، والذي رحب فيها بقادة الدول والحكومات للدول الأعضاء في اللجنة، معربا عن امتنانه وشكره للقادة الذين لم يدخلوا جهدا في مساعدة لجنة حوض بحيرة تشاد منذ تأسيسها، مضيفا بأن هذه الدورة تعتبر خاصة جدا ومميزة، حيث تزامنت مع الدورة 68 لمجلس وزراء اللجنة. وأشار السفير مامان نوحو إلى التحديات التي تواجه المنطقة كالإرهاب والفيضانات والكثير من المشاكل التي تواجه الدول الأعضاء. وفي ختام حديثه شكر القادة المشاركين في الدورة وهنأهم على جهودهم المبذولة من أجل تطوير هذه المنظمة التي مرت على تأسيسها عقودا من الزمن. مداخلات عديدة قدمت في جلسة الافتتاحية، بينها كلمة وزير الموارد المائية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، والذي قدم تخريرا مفصلا عن مجلس وزراء المياه لدول الأعضاء في لجنة الحوض. رأي الحفل والرئيس الدوري لجنة حوض بحيرة تشاد ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمد بخاري قدم خطابا ضافيا أشاد فيه إلى أن اللجنة قد واجهت عددا كبيرا من التحديات. This meeting provides a platform holistically. يشكل هذا الاجتماع منصة للمراجعة الكاملة لجهودنا الجماعية من أجل الإدارة المستدامة لتراثنا المشترك وهو بحيرة تشاد، وكذا تفعيل جهودنا لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، كما يوفر لنا بنفس القدر فرصة مراجعة جهودنا من العام 2018 وحتى الآن، عندما شرفني إخواني الأعزاء بمهمة رئاسة هذه المنظمة الفريدة، وأنا ممتن لذلك. في السنوات الأربع الماضية شهدت اللجنة والمنطقة بالفعل العديد من التحديات، رغم ذلك ومع دعمكم استطعنا التصدي لها. وبينما تنتهي ولايتي كرئيس دوري لقمة رؤساء دولي وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد، فإنني فخور بالتقدم المحرز الذي حققناه سويا، وهذا يؤكد رغبتنا الاستمرار في اتخاذ قرار جماعي لضمان إنعاش منطقة بحيرة تشاد في نهاية المطاف واستعادتها إلى سابق عهدها كمحور للتنمية. في كلمته رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، قال إن جمهورية تشاد ترحب بعقد هذه القمة التي تنعقد بالتزامن مع سلسلة من التحديات السياسية والأمنية، مما يتطلب تنسيقا أفضل وعملا مشتركا في كل المستويات. تنعقد هذه القمة في سياق بيئي خاص نظرا للتأثير الشديد والعميق لموجات الفيضانات التي تجتاه العديد من دول المنطقة، والتي تسببت في تشريد ملايين الأشخاص واجتياح آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وفيما يتعلق بتشاد، فقد تأثرت 18 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 23 بالفيضانات الهائلة التي تسببت في حدوث أضرار جسيمة ومختلفة للمنازل وقنوات الصرف الصحي والسدود والطرق وغيرها من المباني العامة والخاصة، نتيجة للارتفاع الشديد لمنسوب المياه في نهري شاري ولوغون. يواجه حوض بحيرة تشاد اليوم أكثر من الأمس تهديدات حقيقية تتطلب التزاما قويا من دولنا وتوحيد جهودنا لمكافحة انعدام الأمن وإيجاد حلول دائمة ضد الفيضانات التي أثرت سلبا على سكاننا. لهذا السبب أود دعوة جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ ميثاق مياه حوض بحيرة تشاد، وهو أداة للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الحوض المعتمد منذ عام 2012. من جانبنا لا تزال تشاد مقتنعة بأننا معا في ديناميكية مجتمعية وبدعم من شركائنا التقنيين والماليين يمكننا مواجهة التحديات التي تقف أمامنا
لإنقاذ تراثنا المشترك وهو حوض بحيرة جات. وفي نهاية الجلسة دخل القادة المشاركون في جلسة مغلقة ناقشوا فيها التوصيات والقرارات التي رفعت من قبل مجلس وزراء اللجنة، وكذلك دفع المساهمات المالية المقررة على الدول الأعضاء واختيار رئيس دوري جديد. بدأت الجلسة الختامية للدورة العادية 16 للجنة حوض بحيرة تشاد بتسليم الرئاسة الدورية للجنة إلى رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، الذي قدم خطبة ضافية قال فيها: أود من خلال هذه الكلمة المختصرة أن أجدد شكري والتهنئة الصادقة لأخي محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية على رؤيته الواضحة في قيادة منظمتنا المشتركة في الدورة السابقة وهي المساهمة التاريخية المتعددة في الوجود لجمهورية نيجيريا الفدرالية، والتي كانت دائما قادرة على الدفاع عن قناعة قوية وكرم كبير وتفاني كامل عن القضايا النبيلة لحوض بحيرة تشاد. كما يسودنا أن تقدم بخالص الشكر وامتنان العميق لجميع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في لجنة التنسيق المحلية على اختيارهم الموقر لجمهورية تشاد لتولي الرئاسة الدورية المقبلة للجنة التنسيق المحلية. تشاد تتشرف وستظل دائما مخلصة في العمل بإخلاص وحماس لهذه المنظمة العظيمة التي أنشئت في عاصمتها أنجمينا فورت لامي سابقا، وسواء كان الأمر يتعلق بالإدارة الفعالة والعادلة لمواردنا المائية المشتركة أو الحفاظ على نظمنا البيئية وتعزيز تكامل الإقليمي وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المتكاملة، فإن تشاد لن تبخل بأي وسيلة متناول يدها. ومن خلال ضمان تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الصلة الناتجة عن اجتماعاتنا الحالية، ستعمل الرئاسة التشادية على تعزيز تأثر عملنا وتوحيد جهودنا ضد الإرهاب المستشر في منطقتنا، لأن السلام والاستقرار هما شرطان أساسيان لأي مشروع تنموي متكامل ومستدام. وفي هذا الصدد، فإن التشغيل الكامل لقواتنا المشتركة متعدد الجنسيات التابعة لمنظمتنا هي حالة طارئة، ويجب أن تكون في صميم جهودنا الجماعية لمحاربة المسلحين من جماعات بوكو حرام الغامدة الذين يزرعون الرعب في نفوس السكان. لا يمكن أن يكون السلام دائم في بلدان حوض بحيرة تشاد في ظل الفقر والجهل والبطالة والتخلف وغياب فرص عمل للشباب الذين هم العنصر الفعال لتحقيق أهدافنا. إلى جانب تعبئة مواردنا الخاصة لمواجهة تحديات التنمية المختلفة، ستنخرط تشاد في الدعوة إلى نطاق واسع لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل مختلف المشاريع الحاوية مع الشركاء والمانحين. وسنرفع كل التحديات التي تواجهنا في بحيرة تشاد وصعوبات نقل المياه من أوبانغي إلى بحيرة تشاد وإعاقة الأنشطة الزراعية وصيد الأسماك بسبب انعدام الأمن وضغط تمركز النازحين واللاجئين حول بحيرة تشاد والبطالة الجماعية. ويعتبر تغيير المناخ من بين الاهتمامات الرئيسية المشتركة التي تتطلب استجابة عديدة ومناسبة. وأخيرا، سنقف أمام كل هذه التحديات الجديدة وليس أمام سوى مواجهتها. يجب أن ننفذ القرارات، ننفذ ميثاق المياه الخاص بها تنفيذا فعالا ضمن الموارد الضرورية لتحقيق مشاريعها تجمع جهود الدول الأعضاء فيها وتتكاتف وتستجيب للتطلعات المشروعة لسكانها لتحقيق أهداف النبيلة ورسالتها الأساسية. وبعد الكلمة الضافية التي قدمها رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة وكذلك العمل على دفع الاشتراكات والنظر في النصوص القديمة والتي تتطلب التعديل، ودعا البيان الختامي إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأخيرا، تم تجديد الثقة للأمين التنفيذي للجنة السفير ممان نوحو لفترة 4 سنوات أخرى.
وفي نهاية الدورة العادية 16 لرؤساء الدول والحكومات لدول حوض بحيرة تشاد، قدم المشاركون برقية التهنئة والشكر إلى الرئيس محمد بوخاري على جهوده المبذولة من أجل دول الإقليم، وخاصة فيما يتعلق باحتواء الأزمات وحلها، وعمله على تقدم الإقليم.